سكان خان يونس المعسكر انبطرت رجلية بقصف إسرائيلي غادر آخر 2004 وهنا صحيح رغب أن أنا تحصلت في هوايتي وخبطتي لكن في النهاية هجمت على حقتي وصمدت بسبيل أن أنا أمارس شغلي وعيش زي ما غيري عايش. نفس الوقت يعني احترمت برضو عيالي على موقفها انه لو سعد الله مدون ايدين ورجلين بدها اتجوزوا، فهذه يعني اشي فخر لي واعتزاز طبعا، لانه هي كانت عايشه بعز، لكن رغم ذلك تحترم على انه عايشه معي في غرفه مطبخ وحمام، ويعلم الله انه كيف الواحد ماشي حاله. يخلف عليه طبعا، لانه قال لي ما تذكرش اسمي، جبت العربيه تبع التقسيط وكل شهر نعطيك 100 دولار، والعربيه هذه جبتها عشان اعيش منها واكل منها لانه راتبي ما بكفنيش طبعا. وانا بداشت كل واحد طبعا المؤسسات ورث سيد الرئيس، وبناشد كل واحد وطني، وبناشد كمان اخواني وحبايبي في الكفاح المسلح، انه يعني برضه تكون لهم دور، يعني احنا مش يصير فينا هيك في النهايه انه ما حدش يدور علينا. يعني انا عندي الغرفه والمطبخ والحمامات دي انا مش مكفياني اليوم، الصغار كبروا وانا يعني نفسي يعني اكون عايش بشقة هيك محترم بكرامه تمام، وعيش زي زي غيري. يعني هذا اللي انا طلبه. طلب الثاني نفسي اسافر واتعالج في المانيا لانه علاجي في المانيا، وفي النهاية كل واحد بيطلع علينا بعين الرحمة كل احترام والتقدير له. أنا بطلع يوميا يعني الساعة 8 بطلع بتشغل للظهر، وبتعايش مع برضو الركاب وبتعايش مع أصحابي. الركاب يعني أمرض في منهم بتفاجئوا كيف إنه سايق من دون إيدين رجلين وكذا، مش عارفين كيف كذا، فأنا بوضح لهم إنه إحنا انقصفنا صاروخ زنانة واحنا استمرينا انه نتعايش يعني، ونحسسهم كمان انه احنا انه كانه فيش فينا حاجه. وفي امراض في ناس بقع في ناس، يعني اغلبيه الركاب بقع في يوم اول ما بيطلع مثلا بتفاجئ بشوفني بتم ساكن بس بتكلم مش الا بس ما صوت الباب بس بنزل على البحر بطلع بشتغل، يعني بطلع من زي بيت حنون لرفح يعني عادي، يعني بمارس شغلي وعملي عادي ولا كانه في شيء. اليوم بدنا نجرب ركوب مع سعد الله النابة، هو بدون قدمين ولكن بهمة وإرادة. الناس في منها بتخاف منه وفي ناس عادي بتنبسط منه وبتطلبه على الجو. تعال معي.